أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد راج الآن بطاقة تسمى بالبطاقة الذهبية أو الفضية لأحد البنوك، حتى وإن لم يكن للشخص عندهم حساب عند ذلك البنك، وذلك من أجل الاستفادة منها عند وقت الحاجة، فهل يجوز أخذ هذه البطائق؟ هذه يسمونها البطاقة الائتمانية، تأخذها وتشري ما تريد ويسدد عنك البنك ويأخذ منك زيادة، يسترد منك ما تسدد ويأخذ زيادة، هذا ربا، هذا هو الربا، يسدد عنك البنك من باب القرض ثم يسترد ما دفع بزيادة، هذا هو الربا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.